مشاهدينا الاعزاء الحلوين الطعمين، اهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله. واحب افكركم مكمله مع مين؟ مكمله مع الاستاذه جوجو جونير والاستاذ انطونيو والاستاذه ماريا والاستاذ جوزيف، ومكمله كمان مع الاستاذ مصطفى والاستاذ عمر والاستاذه نهال والاستاذ عبد الرحمن. تعالوا قبل ما نكمل المسابقات واللعبات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه تاني النهارده، نفتكر مع بعض حصل ايه امبارح. انت بتلعب رياضة ايه يا انطونيو؟ لا 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 ماما. ايه اكتر اكله بيحبها مصطفى؟ ملوخيه. ده حقيقي؟ لا عاصمة البرتغال. مفيش حد بيسافر البرتغال. حكايتنا النهارده اسمها الثعلب والارنب المكار. جت جينا بقى للعبة من ألعاب بابا وماما وهم صغيرين، لعبة من ألعاب التسعينات اللي لسه مستمرة معانا، بس بتتطور الحياة تطور رهيب، من ورقة وقلم وجدول ونقعد نسطر ليه كده واحنا واقفين وبالونات بتتفرقع علينا، كل يرفع بالوناته فوق راسه بابا هو بقى اللي هيلعب دور اللي بيفرقع الإيه؟ القنابل. القنابل قنابل. فجر. هنفجر، هيفجر بقى البالونات دي فوق ويكو لو ما عرفتوش تجاوبوا بسرعه جدا جدا جدا. جاهزين؟ جاهزين. كلنا عارفين اتوبيس كومبلي. ماشي يلا. جوجو، ولد بحرف الت. ولد بحرف الفايف بتاع فوق راسك. بسرعه. خمسه. اربعه. استنى ما انت بتتوتري بسرعه يا جوجو. ها ما انا ساكته. ثلاثه. ولد. اتنين. ده كده ثواني كتير قوي عدت. واحد. يلا يا بابا. طح. طح. يلا يا بابا. طح 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 طح. مصطفى، ولد بحرف الر. خمسة. نفس الكلام. أربعة. ثواني كتير قوي ما بين الخمسة والأربعة. ثلاثة. ولد بحرف الر. ر ر رجل. إيه؟ رجل إيه؟ ثلاثة. اسم 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 ولد. اتنين. واحد. بحرف ال حرف ايه؟ حط البالونه في ويك. ره. يلا يلا يا بابا. رامي. رامي 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 رامي. ده انا اسمي زهره رامي حتى. ماشي. ما هي بيقول لك. ماشي. بنت بحرف الشين. بسرعه. شيماء. شيماء. بنت بحرف الكاف. خمسه. خمسه. اربعه. الشين. كاف. كاف. أربعة. كريم. 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 بنت. كريمة. كريمة. برافو. ماشي. أنا اتلخبطت. كريمة. كريم إيه بس؟ بلد. لازم أقول لك بلد بحرف السين. سويسرا. سويسرا. بلد بحرف الشين. تشيكوسلوفاكيا. يلا يلا. هي بالتيه أصلا. طب اديني فرصة تاني. دي بالتيه. يلا. تشيكوسلوفاكيا هي الش فيها شين بس بتش. تشيكوسلوفاكيا في تيه. يلا يلا في يلا يلا. ماشي صح صح. دي وانا اخدتها قلت صحيح فيها شين بس هي تشي. ماشي يلا. قولي اكله بحرف الجيم بسرعه. خمسه. اربعه. جمبري. ماشي. اكله بحرف الالف. خمسه. اربعه. الف. ثلاثه. اثنين. واحد. يلا يا بابا. يلا يا بابا. يا سلام حطها ورا يعني ناصح. ماشي عندنا مين ومين. يلا قولي لي بلد بحرف الياء. يابان. يابان. قولي قولي ايوه انت. قولي اكله بحرف الالف اللي ما عرفهاش دي. خمسه. سهله قوي يا جماعه. اربعه. ثلاثة. الأسرة دي بتخلص مني. اثنين. يلا يا بابا هنقعد حصل حاجة؟ الحمد لله ما حصلش. ماشي هنا. ايه الأسرة دي بس اللي اتبقى؟ هنشوف ماما ولا أنطونيو. ماشي ماما قولي لي بسرعة جدا أكلة بحرف الكاف. بسرعة. كفتة. قولي لي بسرعة جدا بنت بحرف الت. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنين. واحد. يلا يلا. التهاني. تهاني. ماشي ماما برافو. التهاني. ماشي ماما قولي لي بنت بحرف الر. خمسة. أربعة. رضا. إيه؟ بتمشي الاثنين. رنا. صح. رضا ورنا الاثنين يمشوا. قولي بسرعة جدا بنت بحرف الثاء.
أجزاء. خمسة، أربعة، ثلاثة، اتنين. اضرب، بيقول لك اضرب، ده ايه الاستسلام ده؟ ثريا ماشي خلصنا، وماما هنا هي اللي كسبت اتوبيس كومبلي عشان هي لعبت بابا وماما اصلا، فمنطقي انها اللي تكسب. يلا نشوف بقى ايه العاب التحدي اللي عندنا تاني. جينا لعبة الكور والأجوان، الأسرة كلها بتشترك فيها وخاصة الزوجات، طلعوا بقى كل حماسهم في اللعبة دي. الأزواج أرجوكوا بابا وبابا اقعدوا، لا قعدة الأسرة بالظبط، هتقعدوا على ركابكم وهتحطوا إيديكم وراكم. ما تأثرناش قبل كده. معلش ما هتتأثروا في البرنامج ده معلش. ومش هنستخدم غير راسنا طبعا وجسمنا، أوكي؟ جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين. طيب خايف ليه كده؟ خايف ليه؟ وقلقان. ماميهات جاهزين؟ طيب واحدة واحدة بقى عشان ايه كده. واحد. الله الله، حلو قوي الكلام ده. ماشي هات الكورة دي لماما. ايه واحد. الله، من غير ايد يا استاذ جوزيف. اتنين. اوت، حلو قوي الكلام ده، جميل جدا. ماشي تلاتة. الله الله، ماشي تلاتة. الله الله الله، ماشي يلا سرعة يا أنطونيو. أربعة. الله الله، في دماغ بابا بقى. الله، أربعة. الله، كانت هتيجي. ماشي أيوة. لا مش بإيده، بكتفه. خمسة. إيه الاستسلام ده؟ بجد؟ ايه المفاجأة دي؟ قال لي ما دخلت. 1-0 للفريق الأصفر، يلا. بس دي الكرة دي بتاعتنا. خمسة. ماشي. ستة. الله يا فندم، الله. حلوة، ستة. الله. اه 2-0 فعلا، يلا. سبعة. الله الله الله، ماشي حلو. سبعة. الله 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 الله، على الحماس. ماشي يلا هات يا حبيبي. تمانية. ايه ده؟ حلو قوي الكلام ده. تمانية. الله، حلو جدا الكلام ده. يلا يا أنطونيو هات بسرعة. يلا يا ماما. تسعة. بره خالص. تسعة. الله 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 الله، ماشي اخر كوره، اخر كوره. احنا كده ايه 2-0. 10. يلا يا عمر، ما جاتش خالص، اخر محاوله عندك، والفريق الاصفر كده كده كسبان. 10. لا بعيد. ماشي وبكده يبقى 2-0 للفريق الاصفر، وكده خلصنا هذا التحدي. شطاره حلاوه طعامه. يلا نشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. برافو. أكتر التحديات اللي بحبها جداً الجينجا والطاورة والبرج بتاعنا، اللي هنشوف مين اللي هيوقعه النهاردة. أنا حاسة بعدم ثقة في الأسرة. إحنا هنوقعه إن شاء الله. ده إيه الثقة المبالغ فيها دي؟ ده معاكم مهندسة حتى، يعني ثقة ثقة في المهندسة مدني، يعني مش كده. طيب جاهزين؟ هنبتدي بحضرتك يا أستاذ عبد الرحمن. أوقعه على طول؟ لا يعني إن شاء الله ما توقعوش، ده أول واحدة دي بتبقى أسهل واحدة. يلا أطفالك نفسهم يلعبوا، بس بحملك المسؤولية دي. يعني يا ريت نوقعوش قبل ما نوصل له، يا ريت. الله. طب أي نصايح من البشمهندسة مثلا؟ أيوة. طب قول له، عارف قول له نعمل إيه؟ طب ما حلو أهو، سيف سايد. مش ريسكي هو، ها؟ شخص بتاع الإيه؟ هحسب مفاوضات. صح مفاوضات، أنا آسفة. صح. مفيش ريسك في الموضوع. مفيش ريسك وفي ايه؟ في مفاوضات. طب انا هعمل الطيبه اللي عليا، مش هقدر واعمل كده علشان ايه؟ الحركه دي حركه شريره قوي. يلا. طب ما عملتش حاجه. قطعها كده. لا بالراحه بقى، بالراحه بقى. بالراحه يا جوزيف. جوزيف واثق في النقل. نقل نفسه.
يعني ايه شوك قاعدين مسيطرين. باشمهندس باشمهندس ان شاء الله خير بقى باذن الله. بالراحه بس بالراحه، واخدتي بالك؟ بالراحه بالراحه. شفتي جوه عمل ايه؟ احنا بس بنرسم فمش عارفين بقى بنطبق ازاي ولا عارفين. لا لا يا باشمهندسه ينفع؟ ايه يا باشمهندسه ده انت ازاي كنت تعملي كده؟ كانت هتقع. ماشي ماشي خير ان شاء الله. انت اللي هتوقعي؟ ليه يا مريم؟ تعالي وريني هتوقعي ازاي؟ انا بس بحملك مسؤوليه ان الاطفال نفسهم يلعبوا. هو ليه ليه فين الثقه في مامي؟ طب شجعيها. ما فيش ثقه في مامي. اللي تحت او اللي فوق بيقول لك اسمعي كلام ابنك. دي تحت بيقول لك تحت تحت خالص بيقولوا لك تحت اسمعي كلام ولادك. اي تحت. ايوه اللي ايوه اللي انا طلعت منها. ايوه دي ايوه اللي فوق. ايوه برافو. يا سلام على الاسره المتعاونه. والنبي حلوه وبتسمع الكلام شاطر. ايوه الراحه بقى وانت راجعه. عمر خلي بالك خلي بالك كنت هتخسري. يلا خلي بالك. بالراحه يا لا لا عمر يا جماعه فاهم هو بيعمل ايه والله. بس بالراحه يا عمر ان شاء الله يعني فاهم هو بيعمل ايه. لا ما تبصش ايه ما تبصش عمر. عمر عمر بص يا عمر استنى يا عمر استنى بالراحه خالص. سيبه يهدى ارجع لورا ايد واحده شوف كده ايه اللي ممكن تطلع معاك بسهوله من غير ما توقع الجول. بالراحه خالص. بص دي مثلا معلش انا مضطره اساعدك. بالراحه يا عمر. لا هتقع. لا 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 بالراحه بالراحه خالص خدها بالراحه. ايوه بالراحه خالص بالراحه خالص وانت بتحطها حطها بالراحه خالص وانت بترجع بالراحه جدا ارجع على كلام بابا. بابا متوتر قوي جدا. برافو عليك. استنى 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 الموضوع بدا يبقى خطر. يلا حبيبي حبيبي يلا يا انطونيو شكله بيعرف يلعبها. لا يا انطونيو لا يا انطونيو بجد عملت كده. برافو والله. مفتري مفتري طبعا بس شاطر شكله بيلعبها كتير. اصل انا بعمل الحركات دي. احنا جايبينها في بجد. طب يا رب تلعبي بقى وتلعبي. برافو. بالراحه يا مصطفى. ايه التهور ده؟ بالراحه يا مصطفى. مش بالراحه قوي كده. مش سلو موشن يعني. استنى 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 استنى. ها؟ يلا يا مصطفى. بالراحه. بالراحه. جرب 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 اللي تطلع معاك طلع. معلش. معلش. لا معلش. اهي هي ايد هنا ومن ايد من هنا. برافو يا مصطفى. بالراحه خالص على مهلك خالص. بص بص الثبات الانفعالي مهم قوي وبالراحه الدقه والتركيز ما تفكرش في اي حاجه. برافو جدا يا توفيق. يور دوينج جريت. بالراحه كل ما تفكر. سيبها 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 سيبها. لا ما سيبها يا حبيبي. بالراحه سيبها ماشي. حطها بقى بالراحه جدا. لو وقعت تبقى برافو يا مصطفى. برافو والله. انت جايباها في البيت ومقطعه الدنيا لعب ان شاء الله خير. بص ماشيه ازاي. يلا حبيبتي داخله بيت رعب. يلا بالراحه مستعجله. ماما بتقولك زقيها الاول. ايوه ادوها وقتها يا جماعه. ادوها وقتها. الموضوع محتاج تركيز. امسكيها امسكيها وشديها. خلاص خلاص هتقع وتقع. امسكيها وشديها. شفت بقى شفت بقى يا بابا. استنى عليا شويه. انا بقى هي ده خلاص ده فاضل لك زلطه. والله حلوه قوي. حطيها بالراحه قوي عشان الموضوع بقى خطر قوي. فوق في النص. ماشي ماشي يلا يا جوجو. حلو ارجعي. حضرتك كنت عارف من اول انك هتوقعها. اتفضل خش وقعها. يلا هي فرصه اهي. يا ريت توقعها. يا ريت تيجي كده. الله على الروح الرياضيه اللي في الحلقه دي رهيبه. حلقه مش كده. مش كده. الله. ايه ده بقى؟ ايه بقى؟ مش عارف. طب ايه نساعد يا باشمهندس ولا ايه؟ جرب يا باش. يلا يا باشمهندس لازم تاخد ريسك. اللعبه محتاجه ريسك. ايوه مفيش ريسك برضو. هنحطها ازاي بقى ونرجع ازاي ده المهم. لا جنبها. لا جنبها. طب يعني انا اوضبهم. خلي بالك وانت بتوضبهم بلاش النيه الصافيه دي. ايوه شفت دي. لا شفت دي يعني فاهم. اتفضل عليك. لا برافو والله برافو. ان شاء الله يا ليه كده ليه كده ليه كده.
اي واحده هتبقى. هو عارف، هو عارف، عارف قوي. يا نهار ابيض يا جماعه، مخلص. انت بقى بتاع الريسك، انت ده برنس الريسك ده، صح؟ ده بياخد ريسكات عادي. باشمهندسه هيبقى شكلك وحش قوي لو وقعت منك بصراحه. ما المعاناه المهندسه المدني اللي موجوده معانا توقع البرج. بصي كده، جربي حاجه على السيف كده. سيف برضه، واخد السيف يا ماما. اعملي اي حاجه، اعملي اي حاجه. بقول لك اعملي اي حاجه. ما تكترهاش يا ابني. صحيح هنا، صحيح. مثلا شاطره، اعملي اي حاجه. هي عملت اي حاجه وشاطره اهو. يلا اي حاجه. برافو. ايوه ايوه. مالناش دعوه احنا، مش دعوه احنا يا محمد. يلا يلا ماريا، هتقع لوحدها؟ اه. ليه يا ماريا كده؟ تعالي كده، تعالي كده من هنا. يلا بقى. ايوه ايوه. خلي لو خدت واحده خلاص. لا بيقول لك ما تحركيش جامد. امسكي بصباعك. ايوه انا بالراحه. امسكي بصباعك. الله، حلوه التيبس دي. بتغشش ال من غير اي حاجه. ما هي ماريا شكلك هتوقعيها. مارينا اسفه اقول لك كده. ماريا تري ديفيسيل دي. تري ايه؟ صعبه. تري ديفيسيل يا حبيبتي. يعني صعبه جدا. بس هي ممكن تطلع بس بالراحه. لا البيضه دي اللي تحت. على فكره اللي انت كنت فيه صح برضه، وممكن تسمعي كلام ابنك يبقى انصح عادي. دي؟ ايوه ايوه البيضه دي. سهله؟ دي كتير؟ سهله ولا بتطلع؟ بكتير. انا قلت بقى اللغات عامله شغل هنا. الله. والله برافو. الموضوع ابتدى يبقى صعب قوي. انا كده هتقع. انا كده هتقع. بالراحه وانت بقى. ده ايه الثبات ده؟ عمر. عمر شايفاها في وشك. عمر خلي بالك يا عمر. والله شايفاها. تعالى كده. طب ماشي، فكر فكر. لف بيلف، بياخد في وجهه نظر. بيلف لفه حلوه. انا شايفاها في وشك. بلاش سيبه يا بابا. طيب خلاص براحتك. سيبه ياخد قراره. لازم في حد في الاسره دي ياخد قرار بقى بسرعه. بس انا شايفاها في وشك يعني. طب عمر، في واحده طالعه سنه، شايفه؟ انا ساعدتك فيها. خلص فوق اهي. يبقى جالها بسرعه. شايفه عمر ايه التفكير ده؟ ما بيدلش على اللي هيحصل حالا. الله يبرو. انت رايح فين؟ بالراحه بالراحه خالص. بالراحه. يا قلبي، تعالى من هنا، تعالى من هنا. في النص في النص في النص. ايوه انت بتبقى بالراحه. استنى استنى استنى. انت بس حطها بالراحه جدا. حطها بالراحه حبيبي. وامشي بالراحه قوي يا حبيبي. توتر. حبيبي. ما تجريش. اجري. انطونيو انت اللعيب، بس الموضوع صعب قوي. انت اللعيب، فخلي بالك ان ايه، احنا قلنا ان انت اللعيب. هو عارف. عارف عارف ايه؟ ما هو اللعيب. ايوه. يا طنط وقعت. بتصعبها علينا تاني. انطونيو انطونيو مصطفى اللي بعدك. ماشي. انا هوريك. هتوريه ايه؟ هتورينا كلنا. قال لك ماشي انا هوريك. بالراحه بالراحه بالراحه. ايه ماشي انا هوريك. بلاش بلاش الحماس ياخدك. قال له ماشي انا هوريك. ورينا بقى، ورينا بيقع ازاي. وري. والله شاطر وذكي وجميل. قال له ماشي 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 انا هوريك. ورينا ايه بالظبط؟ هنشوف. بالراحه بقى، بالراحه يا مصطفى، بالراحه يا مصطفى، عشان هو بيتهز. انا مبسوطه بيك قوي يا مصطفى. صح. كمان هي اللي بتكتب. حبيبي انت واخد قرارك من بدري بقى. وراك طلع. وراك والله. برافو. نارم نارم. طم 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 طم. انت بتلفي حواليها برضه؟ بتلعبوا مصارعه. تعالي كده، تعالي هنا، تعالي من هنا كده. يلا اعمل ايه؟ دي ايوه دي بالراحه. لا امسكيها بالراحه. ما تخافيش. هو مين عامل كده؟ معلش. ما هو عامل كده عشان بقى عامل كده. هيخسروا. يلا والله العظيم اسرع. اكتر وقت طول فيه البرج. ودي حاجه حلوه. هل بقى هنخلصها على ايد جوجو؟ طب ثقه، ندي ثقه لبنتنا حبيبتنا. اللي تحت قلت لك عليه. اللي تحت. هذا هتقع. معلش شفتي بقى وترتيها. اديها ثقه. لا هتعرفي. يلا هي اللي تحت. هي اللي تحت. لا لا لا، انتوا ازاي بجد ازاي بتوتروها كده؟ لا لا اطمني اطمني. دي عايزه اعصاب اللعبه دي. ما توتروهاش. ايوه برافو. ثقه. لا 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 برافو جوجو. برافو يا جوجو. مش عارفه تعملي ايه. معرفش. طمني. ايوه. يا جوجو. برافو برافو برافو.
كتر الله يا زوزو، بتدبسين يا زوزو؟ ما تضحكوهاش. معلش 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 معلش، بس شاطرة جدا والله والله. نكمل تحدياتنا ونشوف بقى جوجو هتعمل ايه في التحديات اللي جايه. يا لوحة معانا بقى دلوقتي تحدي لذيذ ومختلف، وهنشوف بقى مين من الاسرتين هيضحكنا زياده. عشان انا بقى اي شكه في التحدي ده، كل واحد من رب الاسره هديله رسمه هو بس اللي شايف، اوكي؟ ورب الاسره هيعمل خطوه خطوه في الرسمه دي قدام الاسره بتاعته، خط خط، خطوه خطوه بتأني، ونشوف مين اللي هيوصل للصوره الحقيقيه اللي في الاخر، وهنوصل لايه بقى كمنتج على البورد. جاهزين؟ جاهزين. يلا ابتدوا على طول، خطوه خطوه، خط خط، دقيقه كيرف كيرف. تقل ايدك، تقل انت، انا مش حاسه بحاجه. مش حاسين بحاجه؟ لا. طب ما تقول لهم تقلوا شويه. تقل شويه. اترك فيه يا عبد الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام. عملت ايه؟ انا عايزه ابص. خلصت لسه يا حبيبي، احنا لسه في اول خطوه، هنعمل شكل في الاخر. قربوا قربوا عادي. على ظهره، على ظهره. بجد؟ ماشي. ده بقى اللي بيضحكني قوي. يلا يا عبد الرحمن. ها؟ انت ماشي. مش واقف، ها؟ مالكش دعوه باللي هو يعمله. ها؟ لا. ما لهاش دعوه، ما تقولهاش لا. ما تقولهاش لا، ده اللي هي حسيته. ده اللي هي حسيته. ايه اللي احنا فيه ده؟ صح. ايه اللي احنا فيه ده؟ واصلين لايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي حسيتيه تعمليه؟ لا، اللي حسيتيه حالا تعمليه عليه. ها؟ ايه ايه مش حاسه؟ طب تقل شويه. ها؟ ماشي. اوكي. كده؟ ايه؟ مالناش دعوه بكده ولا لا، اللي حسيته اعمله. انت مش كده جاي من عندك. اللي حاسه يعمله. ماشي، اللي حسيته تعمله. انا عملت تحت اول مره. يلا يا عم. اللي حسيتوه تعملوه. اه اه اه. الله يا ماما. جاي ليه؟ ماشي. دوس تاني بتقولي. انا مش عملت. يلا دوسي اللي تحسي بيه اعمليه. انا مستني توني. يلا. توني اهو. حبيبي يلا. حبيبي يلا بتقولي. يلا. ماشي يلا. اعمل بقى يعني كلام اهو. ها؟ ايه اللي حسيت بيعمله تاني؟ اهي تاني. لا انت واحده كده. انت حسيت بده ازاي؟ ماشي. ها؟ اعمل لي كده تاني لتحت. انت هتضرب كده. ايه ده غريبه قوي، انتوا ازاي جايبين ده من ده؟ ماشي. هو انت يا ابني ده شمال اصلا، هو انت حاسس؟ ايوه انت حاسس فين؟ بيحس بالمشقلب. بيحس بالمشقلب؟ يعني بيرسم لك على يمينك تعملها شمال؟ بس انت عجيب قوي فعلا. هنا هنا. عجيب قوي فعلا. اللي تحسوه اعملوه. عملت كده. استني بس. حاسه؟ ايوه كده كده كده. دي اعمليها. يلا 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 خش كده بقى، خش سنك كده يلا. الله الله، الاحساس نعمه والله العظيم. ابني ده احساسه عالي. مين؟ لو شفت هنا انا مش عارفه ازاي ده وصل لده. والمصحف إيه؟ انا مش عارف بس في احساس عالي. ازاي ده وصل لده؟ مش عارفه. اوكي. قالت لك خط. هي حته واحده. هي حته واحده. لا انت يعني اعملها خط خط. معلش اهو يلا. اوكي. ها ها ماشي. يلا يا انتوني اكمل خط. عيد بتقول يلا. هات يا ابني. ها بترسم حاجه تانية خالص. يلا ده هي بترسم اعمل اي خط. هنا في هنا في عمل سريالي عظيم. يلا يا انتونيو اهو يا حبيبي. هي في الاخر عيد بيقول والله خطير. يلا حبيبي انت فين بقى؟ يعني هو في كتفك انت. ايه ده؟ ماشي الحمد لله على كل شيء.
خلاص انا قفلت اخر حاجه. هو ازاي دوس اللي ده ودوس مش عارفه. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب فعلا. الاخيره دي كانت كده اهو. كده اهو. هنا كده يا رب. هنا بيحصل ايه؟ طب خلاص ما احنا كده خلصنا. خلاص خلاص احنا خلصنا. حبايبي انتوا خلصتوا بجد؟ اه والله بس يعني ايه ده؟ اه بالظبط بالظبط؟ ده طلعت بالظبط بالظبط؟ انتوا خلصتوا؟ اه اه خلصتوا؟ طب تعالوا نشوف بقى ايه مقارنه مقارنه اللوحات العظيمه السرياليه اللي طلعت دي. كل فريق يقف بقى كده. ايه تعالوا يميني وانتوا تعالوا شمالي. كل فريق يقف مكانه. تعالوا هنا. كل فريق الاصفر يجي هنا. ما انا بس هديكوا بس ايه المفاجاه الكبرى. ماشي. والاحمر يجي هنا. حلو قوي. تعالوا هنا يا حبيبي وانتوا تعالوا هنا. دي بقى الصوره الرسميه. هنا الصوره الرسميه قريبه جدا جدا جدا. عربيه عادي جدا الحمد لله. فبالتالي تبقى الاسره دي عملت الصوره اللي عليها. الصوره دي بقى ايه بقى؟ ايه اللي جاب البيت للسرياليه؟ حاسب يا حبيبي كده. ايه اللي جاب بقى البيت بقى للسرياليه دي؟ ما عندناش اي فكره خالص. فبالتالي طبعا 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 الفريق ده هو اللي كسب بكل جداره. ايه ده؟ جينا لاخر العاب التحدي اللي ما بنعرفش نتوقع فيها مين اللي هيكسب. الاستاذ عمر والاستاذ انطونيو الاثنين جاهزين بالرماح بتاعتهم. ونبتدي. ما حدش يتحرك غير لما اقول له جاهزين تشجعوا؟ يلا ريدي ستيدي جو. الله يا عمر. يا عمر. الله يا عمر. خطوه واحده بس. خطوه واحده. ايه كل الخطوات دي؟ يلا. حلو قوي. خطوة واحدة كمان. خطوة انطونيو. خطوة واحدة بس كده. خطوتين. قرب. خد خطوة يا حبيبي. لا لسه لسه. خطوة واحدة بس. بس خطوة بقى هنا. هنا اقف هنا بس كده. خطوة يا انطونيو. خطوة. تعالى هنا حبيبي انطونيو. هنا بس. هنا ماشي. واو. ها يلا عمر ركز. ها لا لا ركز ركز عشان ما تخافش. يا عمر بالراحه بالراحه. ها ها يا انطونيو. يلا اقف جنبه. اقف جنبه. يلا. ها ها توقعات رهيب. انطونيو اللي كسب التحدي ده. تعالوا نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. جينا للبلاي ستيشن وانا مبهوره انبهار مش عادي بالسيتنجز اللي هم عاملين يظبطوها والفرق اللي عاملين يختاروها. واضح كده ان هم ليل نهار قاعدين قدام البلاي ستيشن. صحيح الكلام ده؟ انت هتكسب ولا هتخسر؟ هكسب. هتكسب كام كام؟ 5-0. 5-0 ده تصريح فظيع. وانت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ اعلى من 5-0. اعلى من 5-0. يلا بينا نبتدي الماتش على طول. برشلونه طبعا فرقه قويه جدا قدام فرقه برضو فيها كل النجوم واللعيبه على مر الازمنه. يلا بينا نبتدي الماتش. ابتدى سخن جدا. اللي لابس تيركواز. الله. يلا ماشي. فريق كل النجوم وفريق حلوه. برشلونه. رونالدينيو. رونالدينيو معاكم. رونالدينيو. ولد يا ولد يا ولد. لا 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 لا. رونالدينيو انفراد. خطر خطر. فرصة جون بس معلش. مارادونا طبعا متألق. ده ايه الفريق الحلو ده؟ حاجة هايلة هايلة هايلة. ومكملين. جون حاد والدفاع قوي. يعني برشلونة بيهجم جامد. والدفاع قوي جدا. برشلونة مسيطر على الملعب بس الدفاع قوي قوي. الله الله الله. أول جون 1-0 لبرشلونة. طلع واحد. مفيش الصفر دي يا مصطفى. شد حيلك معانا. ارفع. قفل بقى. ارفع بقى. حلو قوي. لا مش ممكن. الله عليك يا ابني. حلوه حلوه. الاثنين حلوه. حلوه الشوطه وحلوه الصده. جول التاني جاي ولا الدفاع اللي معانا قوي؟ قوي الدفاع. قوي بصراحه. ما هو برده مش اي حد. مش جايبين اي حد. بس بقى ايه برشلونه مش ممكن يا جماعه. التركيز اللي برشلونه فيه. هيجيب الكور ده. ما عايزين نروح هناك. نفسنا نروح الناحيه الثانيه. على الجناب بقى يا مصطفى. لا مش ممكن. برشلونه والثقه على الجناب. عايزين بقى. ايوه عايزين بقى ان نشوط بقى. حلو الهجم ده. يلا. حلو قوي. بيليه. بيليه خلص. بيليه ده من اعظم اللعيبه والله. يلا يلا. ايوه يا بيليه. يلا
ايه ده بقى برشلونه؟ اجري اجري هات مصطفى يلا يلا بتاعتك بتاعتك. لا مش ممكن دفاع هجوم برشلونه رهيب. لا 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 ايوه كده ايوه كده نصحصح كده. ليه تاني؟ برشلونه تاني خد مين اللي خد فاول؟ يلا كده 1-0 لبرشلونه. فين الخمسه اللي قلنا عليهم يا استاذ مصطفى؟ يلا بدلنا طبعا. الشوط الثاني ابتدى. مش ممكن يا جماعه مش ممكن برشلونه مش ممكن برشلونه نشاط مش طبيعي والجون هنا قوي قوي. بقى مصطفى من على الجناب. يلا يا مصطفى من على الجناب. بابا بيقول لك مش ممكن ترقيص وتكتكه وبنفاصي بعض وبنلعب وبنفاصي. ايوه فريق روح حلو قوي 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 يا انطونيو والله. 2-0 ده رايق قوي ده جون رايق قوي قوي. 2-0 برشلونة بيلعب بال يا رايق حلو قوي. بس بيضحك ازاي ده ايه الروقان ده يا عم؟ مصطفى جدا حلوة جدا حلوة يا مصطفى قوي حلوة قوي بنباصي حلوة قوي بيقطع يا برشلونة صح حلو قوي حلو قوي. بس مش ممكن ماتش قتال يا جماعة. حلو قوي يا مصطفى يلا نباصي لبعض يا مصطفى نباصي لبعض يا برشلونة قطعت حلوة قوي القطع. ايوه كده نشاط مش طبيعي. اجري بسرعه يا مصطفى نشاط مش طبيعي بباصيه. ايه يا برشلونه ده؟ ايه يا برشلونه ده؟ ايه يا برشلونه ده؟ 3-0 مش ممكن على التكتكه والروقان والحلاوه. مش ممكن مش ممكن 3-0 لبرشلونه. برافو انطونيو والله حلو اللعب الرايق ده. قاعد رايق انت بالراحه قوي يا مصطفى. انت كويس يا مصطفى؟ يا حرام حبيبي يا حبيبي مصطفى يا مصطفى رابع يا مصطفى. شكلنا 5-0 بالعكس يا مصطفى ولا ايه؟ يلا طلعتين خامس عايزين خامس. برشلونه برشلونه مسيطر سيطره رهيبه. هات جون يا مصطفى ان شاء الله يجيب جون. انت عايزك تتوتر يا مصطفى ابتدى يتوتر. يلا 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 ايوه يلا يلا يا توفي. برافو بتاعتك يا مصطفى دي بتاعتك لسه زي ما احنا برشلونه مسيطر. هيعديك برشلونه مسيطر. اه جاي الخامس مش هيجيب الخامس. جاب الخامس مش هتعديه. جابه خلاص 5-0 مش هتعديه خلاص. خلاص مش هيعدي الخمسه؟ اخر كلام ده عندك مش هيعدي الخمسه؟ طب عايزين جون. طب ماما عايزه جون تفرح بيه. 5-0 لبرشلونه. ابتدينا بان احنا عندنا توقعات عكسيه. جون بس عشان حبايب. مش ممكن ده 6 ولا ايه؟ مش هينفع بقى مش هينفع بقى. هو قال لك اكتر من 5 قال لك اكتر من 5 وواضح ان هو صحصح لي كده. يا مصطفى يا مصطفى جون يا مصطفى نجيب جون. احنا عندنا امل نجيب جون يبقوا 6-1 يا مصطفى. الكوره كانت معاك يا حبيبي السابعة. يلا انتوا في حته ثانيه. الحق تلعب الجول. انت بتضحك يلا مش ممكن يا برشلونه. بالراحه بقى مارادونا. يلا بقى يا مارادونا بقى يلا بقى يا مارادونا بقى. مارادونا ما لحقش الحقيقه وخلص الماتش. هارد لك يا مصطفى. 6-0 لصالح برشلونه. برافو يا انطونيو الحقيقه بجداره يعني تستحقها. يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه في الكونكت فور. جينا لكونكت فور ونشوف مين من الفريقين اللي هيعرف يكون 4 كور جنب بعض باي شكل من الاشكال بسرعه. عندنا طبعا فرق اطوال بس ده ما بيفرقش خالص في اللعبه دي. هنشوف مين اللي هيجمع بسرعه ونشوف مين اللي جاهز. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. طب يلا بينا فريق الاحمر بسرعه. ريدي ستادي جو. يلا احمر ما جاتش احمر شكرا. اصفر لا لا استنى يا انطونيو ماشي لعبته اصفر تاني اصفر تاني ماشي احمر ماشي اصفر. لا بقيت رايح فين؟ وانا ما قلتلكش انت بترمي من عندك. يلا عالي عالي يا مصطفى عالي يا مصطفى جت يا مصطفى برافو. يلا احمر انطونيو ما جاتش اصفر ما جاتش احمر. الله على الله يلا اصفر. حلوه يا عمر احمر بس بس بيقول يلا يا توني واحد ماشي يلا 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 استنوا انتوا بتعملوا ايه؟ احمر 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 استنى ماشي بعدين اصفر ماشي احمر ها اصفر اصفر قلت اصفر. واحد بس من الاصفر احمر احمر واحد بس من الاحمر
برافو توني. برافو يا توني، فاضل لك واحده. اقفل عليه يا شاطر. ماشي ماشي. اصفر يحاول يقفلوا عليه. حلو، بنجمع برضو. يلا يا توني، لو جت هتبقى كسبت. ما جاتش. اصفر يلا. احمر ماشي. وسعنا لبعضين. قفلت عليكو. ياه. يلا يلا يلا. استنوا استنوا، الاصفر لعب اتنين. يلا احمر. دخل الاحمر وكسب الفريق الاحمر وكون الاربعه ورا بعض. يلا بينا على طول نروح على يحيى وفوز ونرجع تاني على طول. أهلاً بك يا أصحابي، دلوقتي البالون هيغنى ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو عن الأدب المصري القديم. يلا بينا نشوف. سينو الحقني يا سينو. أنا البعبع المخيف اللي محدش يعرف شكلي. أنت بتعمل كده ليه يا يحيى؟ وأنت يا كنوز خايفة من إيه؟ أنا قاعدة لوحدي في أوضتي وبلعب على موبايلي، لقيت فجأة يحيى لابس وش مخيف وبيقول لي أنا البعبع المخيف وبيجري ورايا. لا يا يحيى، ما ينفعش نهزر مع حد بطريقة تزعله أو تخوفه. وبعدين أنت لازم تبقي شجاعة وما تخافيش من حاجة. عارفة البعبع ده لو طلع لي في لحظة أقضي عليه. طيب غمض عينيك كده يا سينو. أهو. أو. البعبع هيخض. أمال فين الشجاعة يا سينو؟ يا يحيى خدعني. وبعدين أنا أعرف حكايات وأساطير كتير وعمري ما خفت. مصر القديمة زي ما كانت أرض للعلوم والفنون، كانت برضو أرض الحواديت وقصص تاريخية وأدبية، اللي منها كان أساطير عاش مع شعب كمت جيل ورا جيل ونقلته بعض الحضارات التانية منهم. يعني مثلا قصة الفلاح الفصيح. في يوم من الأيام كان الفلاح الفصيح راكب حمار ورايح بالمحصول اللي زرعه للسوق عشان يبيعه، ولما مر من أرض ملك لموظف من موظفين الملك، قرر الموظف ده إنه ياخد حمار الفلاح وكل اللي عليه من غير سبب. الفلاح حس بالظلم، قرر إنه يشتكي للملك. وبعد ما راح لديوان الملك وسمعه كبير الموظفين ولقى كلامه فيه حكمة خلاه يقابل الملك اللي استمع لشكواه وقرر يرجع له حقه وزيادة كمان. دي قصة شبه قصة جحا والحمار في العصر الحديث. معنى كده إن قصة جحا أصلها من الأدب المصري القديم وهي حدودة الفلاح الفصيح. طيب قولي بقى يا سينو، غير الحكاية دي إيه أشهر القصص في الأدب المصري القديم؟ حكايات وقصص كتير. يمكن أشهر قصص دي هي قصة إيزيس وأوزوريس وابنهم حورس. كان يا مكان في زمن من الأزمان أصبح أوزوريس ملك لكيمت، وكان أخوه ست شاف إنه لازم هو اللي يبقى الملك وإنه أفضل من أخوه أوزوريس. غضب ست جداً وبدأ يخطط للقضاء على أوزوريس أخوه. عمل حفلة كبيرة وقال لأخوه إنه بيحتفل بتوليه الحكم، وخلال الاحتفال قدر فعلاً يتخلص من أخوه أوزوريس وبعدها تولى الحكم. الملكة إيزيس زوجة أوزوريس مسكتتش، وبعد سنين طويلة قدرت فيها تخلي ابنها حورس شاب محارب وقوي. جت اللحظة اللي خايف منها ست من سنين. حورس قدر يحارب ست ويهزمه ويرجع حق والده أوزوريس. أنا افتكرت حكاية من حكايات مصر القديمة، كان الأستاذ عصام أستاذ التاريخ في المدرسة حكاها مرة قدامنا، وهي حكاية سنوحي. مين سنوحي وإيه قصته؟ سنوحي ده كان موظف في قصر الملك أمنحات الأول، وبعد تعرض الملك لمؤامرة وقت ما ابنه سنوسرت خرج في حملة عسكرية للحدود الغربية، هرب سنوحي. هرب لبعيد لحد ما وصل للصحراء، وهناك كان عطشان وجعان جدا، وقال خلاص أنا شكلي مش هعيش تاني، لحد ما قابلوه بعض الأشخاص من قبيلة قريبة من المكان اللي هو فيه. رحبوا بيه وقدموا له الأكل والشرب وعاش معاهم فترة من الزمن لحد ما تولى سنوسرة الحكم، وقدر بعدها يرجع كيمت ويكتب كل اللي حصله
ويحكي عن الأماكن والبلاد والقبائل اللي شافها. ودلوقتي هحكي لكم حكاية جديدة، بس غمضوا عينيكم. أهو فتحوا. أهو وضحكت عليكم وضحكت عليكم. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. هي في قصص تانية من الأدب المصري غير اللي حكاها يحيى وسيمو؟ في حكاية اتكتبت على وردية اسمها حكاية الملاح الغريب، ودي بتحكي عن بحار غرقت سفينته ووقع على جزيرة ما فيهاش أي إنسان. طب وعمل إيه؟ عاش لوحده على الجزيرة؟ فضل يبص حواليه لغاية ما لقى تعبان كبير جنبه وكان بيتكلم، وسأله انت ايه اللي جابك هنا؟ رد عليه البحار وهو خايف وحكاله على كل اللي حصل، فقرر التعبان ان يساعده ويرجعه بلده من تاني. ودي الحكاية الاصلية لحكاية السندباد البحري. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حكايتي. استنونا حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا للمطبخ الحلو والجميل بتاعنا، وهنعمل حاجات النهارده سهله جدا ولذيذه قوي ويامي قوي وحاجه حلوه كمان. اول حاجه هنعملها هو العصير بتاعنا. عندنا النهارده عصير فراوله باللبن، من العصائر الحلوه قوي اللي ممكن نبقى بنشربها في اي وقت طبعا، وبالذات بقى الصبح لو احنا قبل ما ننزل المدرسه قبل التمرين، بيدوا طاقه حلوه جدا جدا ومفيدين جدا. عارفين ازاي نعمل عصير فراوله؟ هنحط ده وبعد كده اللبن وبعد كده معلقتين سكر. كام معلقة سكر؟ فراولة ولبن. يلا تقدروا تعملوا ده مع بعض؟ اه يلا ممكن تعملوا انتوا ده مع بعض. هنا بقى احنا هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل كرات البسكوت بجوز الهند بالشوكولاتة. كله. يامي بقى بشكل مش عادي. هنعمل ايه؟ هنحط، ممكن تساعدوني، عايزة معلقة بعديها؟ لا لبن. ماشي معلقة. حلو. هنحط شوية بسكوت. اوكي انا مش هشرب حاجة كده اهو، مش كله طبعا علشان ايه التكستشر. اوكي ونحط الشوكولاته بتاعتنا اللي هو الكاكاو اللي معانا، كاكاو خام حبه حلوين كده عشان يبقوا ايه. نحط بقى شويه جوز هند حلوين قوي كده ايه معاهم برضو. حلو ماشي. هنا كان جوز هند للتزيين، نسيب اللي متبقي معانا ونبتدي بقى ايه نعجن كده في بعضه. هنقعد نعجن 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 قبل العجن، يعني بنقلب كله في بعضه عشان هنعجن ازاي دلوقتي. طب عارفين ده ايه؟ ده سكر. سكر برافو. ده سكر باودر. حط السكر كله اللي معانا عشان يبقى تمام. قلب قلب انت هنا عقبال ما اروح اخلط هناك. خلصتوا لي انتوا الحاجات اللي عندكم؟ ونعمل بلندنج للعصير الحلو الى الاساتذه. ندوس على ده صح؟ ليه يا عم؟ طب ما تدوق. ماشي خلصنا كده. خلصنا. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ هتعمليه في البيت؟ لبن وفراوله وسكر. مين هيعرف يصب من غير ما يوقع؟ انا. يلا يا استاذ. ايش يا حياتي؟ اشيله ازاي بقى؟ مش هتعرف، هي هتساعدك. هي اكبر مني. معاتي هي هتساعده. احنا هنا بقى ايه قلبنا كويس. هنحط بقى عشان نعجن كدا. اللبن بتاعنا. ايوه كده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلصنا اللبن، هنعجن كده هو بالمعلقه الاول كده هو قبل ما من ايه ندخل ايدينا في الموضوع. هنعجن هنا. احنا ممكن نزود بقى، بصوا شويه بسكوت عشان ابتدت تبقى ايه. هنزود بسكوت لما نعرف بس انها مسكت في بعضها. اقول لك انا على حاجه حلوه قوي. اوه شكلها حلو، ممكن ننزل دول كمان. يلا قلب. انا اقول لك على حاجه حلوه قوي. خلصتي؟ استني خلصتي. يلا روحي بقى دوقي ده لماما بسرعه، وانت كمان يا استاذ مصطفى، وبقولوا لي قالوا لكم ايه. اوكي يلا يا جوجو خدي الكوبايه، يلا بسرعه روحي لماما. يلا روح لماما. انزل 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 الاول. يلا اتفضل خد الكوبايه دي. اكتر بصوا احنا المفروض نقعد نعجن اكتر لحد ما تبقى شبه كده. اوكي هنقعد اعجن بس لغايه اما اجي لك، وكمان هقول لك هنعمل ايه بقى عشان ايه بنخلص. ايوه بصوا بقى عندنا ده بنرص بيه كده. ساعدني يلا خد معايا. جميل قوي قوي الكلام ده، جميل قوي. طيب احنا بعد ما عجننا كده اللي الاستاذ انطونيو بيعمل فيه بيعجنه،
هنحطه شويه في التلاجة. لما نحطه شويه في حلوين في التلاجة هيبقى ماسك نفسه كده اهو. بس احنا طبعا مش هينفع نستناه دلوقتي في التلاجة، لكن هو ده الميكسشر الخطير العظيم اللي احنا لما نحطه في التلاجة هيطلع لنا كده اهو. اوكي، وبعدين انا هساعدك نبتدي بقى نحط الكور بتاعتنا. حلوه قوي كده، كفايه كفايه. هنعمل ايه بقى؟ هقول لك حالا. يا سلام، دي الفقره بقى الحلوه قوي عشان هي بولز اصلا. هنعمل كده اهو ونقوم حطينا هنا. يلا كل واحد بقى ايه يعمل الكور دي اهي، هجيبها لكم كده. وبعد ما بنخلص كوره بنقوم ايه مزينينها بشويه جوز هند كده ايه في الاخر عشان تطلع شبه ايه بقى. ما انا محضره لكم ما قلتلكوش عشان تطلع شبه الكور الحلوه دي كده اهو. ادوقها انا بقى. ما اقولكوش على الحلاوه. ما لا انتوا هتدوقوا بعد ما تخلصوا. انا بقى مبسوطه جدا 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 بالكور دي لانها طعمها لذيذ قوي، لانها سهله جدا جدا. صح ولا ايه؟ سهله، تقدروا تعملوها في البيت عادي جدا صح، من غير ما نلخبط الدنيا في المطبخ ومن غير ما نطبخ حاجه ونحطها على النار ولا اي حاجه خالص. سهله جدا، بسيطه جدا. طعمها حلو قوي 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 قوي. طب كده يبقى اتعلمنا حاجه جميله جديده سهله مفيده نقدر نعملها في البيت. شباب هتعملوها في البيت؟ نعتبر ده وعد. طب يلا كملوا الكور دي عشان ماما وبابا يدوقوها. بكده بقى نبقى وصلنا لحد نهايه الفقرات بتاعتنا في الرحله بتاعتنا، وهنروح نغني اغنيه حلوه وبعد كده بقى نقول لكم ايه. باي باي.